السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، وأبدأ بأبرز العناوين. محافظو الجنوبية يؤكد على تحقيق سرعة الاستجابة في تلقي بلاغات الأهالي ويشيد بمستوى التعاون الأمني. مجلس أمانة العاصمة يقيم جلسته الاعتيادية الثالثة ويستعرض عددا من المشاريع. ووزارة الأشغال تدعو لعدم فتح أغطية فتحات الصرف الصحي في الشوارع أثناء هطول الأمطار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى تفاصيل البرنامج. في إطار مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتعزيزا للتعاون المشترك بين وزارة العمل والقطاع الخاص في توظيف المواطنين البحرينيين في مختلف القطاعات الانتاجية، وبحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، تم توقيع عقود عمل ل 28 بحرينيا من المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة مع إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك لرفع نسب البحرنة لديها من خلال خطة توظيف 45 مواطنا في وظائف فنية وتقنية متخصصة خلال العام الجاري. هذا وأشار سعادة الوزير إلى دعم الحكومة للشركات أو الشركات الوطنية وبرامجها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتأهيلها مهنيا، بما يدعم مبادرات التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل. اطلع سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بإحصائيات العام الماضي حول تقييم الوضع الأمني بالمحافظة الجنوبية، وذلك خلال ترأس سموه لاجتماع اللجنة الأمنية الأول للعام 2023، حيث أشاد سموه باستعدادات ومستوى الجاهزية الأمنية وسرعة الاستجابة في تلقي البلاغات الواردة لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية. هذا وأثنى سموه على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ مقومات الأمن والسلامة في مناطق المحافظة، بما يعزز من نجاح المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المجال الأمني. دعت وزارة الأشغال المواطنين والمقيمين إلى عدم فتح أغطية فتحات الصرف الصحي في الشوارع أثناء هطول الأمطار لما يترتب على ذلك من آثار وانعكاسات سلبية على تشغيل شبكات ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية والمنازل والعقارات، وأضرار بيئية وصحية وخسائر مادية. وتؤكد الوزارة أن القيام بفتح أغطية الصرف الصحي يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون، فيحظر على أي شخص تصريف مياه الصرف الصحي على مرافق إلى مرافق صرف المياه السطحية، كما لا يجوز لأي شخص أن يصرف أو يلقي المواد إلى أي من مرافق الصرف العامة. وتوضح الوزارة أن فتح أغطية الصرف الصحي يتسبب في حدوث ضغط مفاجئ وكبير على شبكات الصرف الصحي. مشاهدينا، برنامج هنا البحرين مستمر وفيه بعد قليل. هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ حملات تفتيشية بالمحافظتين الجنوبية والشمالية.
حصد القطاع الصحي متمثلا بوزارة الصحة في مملكة البحرين جائزة أفضل مشروع حكومي عربي من خلال مشروع التطبيب والعلاج عن بعد الذي طبقته وزارة الصحة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي والتي أقيمت بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. مشاهدينا، وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة خاتون شبر، استشاري طب عائلة ورئيس لجنة الجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وممثل خدمات التطبيب عن بعد. أهلا بك دكتورة معنا في برنامج هنا البحرين، وبداية حدثينا عن فكرة مشروع التطبيب عن بعد. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. تتمثل فكرة المشروع في تقديم خدمات صحية متنوعة وشبه متكاملة عن بعد، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا النوع من الخدمات. نعم. وتتمثل الخدمات المقدمة في تقديم استشارات من قبل أطباء مدربين على الخدمة، وتندرج طلب تجديد الوصفات الطبية وطلب التحاليل ونتائج التحاليل من ضمن بعض هذه الخدمات، وذلك طبعا باستخدام تقنيات مختلفة كالاتصال المرئي والصوتي وخدمات البريد الإلكتروني وغيرها. وتشمل خدمات طلب وتوصيل أدوية الأمراض المزمنة ومتابعة بعض حالات العلاج الطبيعي عن بعد. نعم دكتورة، يعني لو نتحدث عن تفاعل الجمهور، كيف وجدتم تفاعل المرضى مع فكرة هذا المشروع؟ أمانة بعض المرضى أو الصدى اللي أعطت هذه النوع من الخدمة كان جدا رائع ويسلج الصدر من قبل المراجعين والمرضى ممن أشادوا بالخدمة ومميزاتها، وكان لهذا الفضل الكبير في نجاح الخدمة ولله الحمد. نعم، لو نتحدث عن تطلعاتكم المستقبلية للمشروع. طبعا احنا نتطلع لتطوير المشروع وتوسيع نطاق الخدمه، ونسعى لزياده الوعي لدى المواطنين والمراجعين باهميه هذا النوع من الخدمات التي تساهم في تسهيل عمليه الحصول على الخدمات الصحيه الاوليه بيسر وبدون عناء، وتخدم اهداف التنميه المستدامه عن طريق تسخير التكنولوجيا الرقميه الحديثه والذكاء الاصطناعي. نعم دكتورة خاتون شبر، استشاري طب عائلة ورئيس لجنة الجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، شكرا لك على هذه المداخلة. نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في المحافظتين الشمالية والجنوبية، وذلك في إطار استمرار الجهود الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية والحفاظ على سوق العمل. وأشارت الهيئة إلى تنفيذ حملة تفتيشية في المحافظة الجنوبية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، إلى جانب حملة أخرى في ذات المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، فيما تم تنفيذ الحملة الثالثة من قبل قطاع الضبط القانوني بالهيئة في المحافظة الشمالية. أعلنت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة عن نشر الدليل الاسترشادي أو الإرشادي بشأن القرار رقم 14 لسنة 2022 المعني بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 مايكرون عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تسري أحكام هذا القرار على الأكياس البلاستيكية المستخدمة عند نقاط البيع والمصانع والأكياس البلاستيكية المستوردة. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
نهاية برنامج هنا البحرين، ولمزيد من الأخبار والمستجدات يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTVN راديو. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.